النهارده اللجنه المشرفه على انتخابات الطائفه الانجيليه اعلنت فوز القس اندريا زكي برئاسه الطائفه والدكتور القس جورج شاكر نائبا له. الفائزون بمنصب رئيس الطائفه الانجيليه الفاضل القس الدكتور اندريا زكي ستيفانوس كليني، والفاضل الدكتور القس جورج شاكر لنائب رئيس الطائفة الإنجيلية. يحق لأي شخص الترشح لمنصب رئيس الطائفة، سواء كان هذا الشخص من رجال الكنيسة قسيسا أو كان شخص عضو إنجيلي عادي. وأول رئيس طائفة لم يكن قسيس، كان محامي شهير اسمه أخنوخ فانوس، انتخب سنة 1902. مدة الانتخاب هي 8 سنوات، ويعاد انتخاب الرئيس ويفتح باب الترشح كل 8 سنوات. الذين لهم حق التصويت هم أعضاء المجلس الإنجيلي العام. أعضاء المجلس الإنجيلي العام هم 20 عضو بما فيهم الرئيس والنائب، يمثلوا مختلف المذاهب الإنجليه. وطبعا دايما قبل الانتخابات بيبقى فيه متابعه وترقب وبعض المرات قلق بدون شك. النهارده ان المجلس الملي يعطيني الاصوات بالاجماع، فده كان وسام على صدري واعطاني مسؤوليه جديده ودور مهم. على المستوى المحلي انا مهتم بالكنائس المحلية ودعم الكنائس المحلية، وأن الكنيسة المحلية تكون لها دورها الروحي والاجتماعي وأن تنفتح على المجتمع وأن تخدم المجتمع. طبعا احنا مستمرين، كنا من 8 سنوات منتخبين وبنكمل مدة أخرى. المجلس الإنجيلي العام يعني أعطانا مدة أخرى بالانتخاب الحر المباشر بانتخابات ديمقراطية. عايز أقول أن المجلس الملي بيمثل الشعب الطائفة الإنجيلية المكون من 18 مذهب، يمثلوا ملايين من شعبنا الإنجيلي في مصر، وإحنا ككنيسة بنعمل بكل طاقتنا لخدمة بلادنا مصر.